السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم ونتشرف بمتابعتكم لدرس الاختياري الحر كرة قدم الصالة بعنوان التصويب بوجه القدم الداخلي. الإعداد البدني العام، ويهدف إلى تنشيط الدورة الدموية. الدخول بالمشي خط مستقيم ثم أخذ خطوتين واسعتين بالهواء، يليها الوثب في المكان عدتين. ويكرر التمرين. من وضع الوقوف الطعن للجانب مع لف الجذع بنفس الاتجاه، ثم فرد الذراعين لأعلى للجانب ولأسفل، ثم العودة لوضع البداية وتكرار التمرين بالرجل الأخرى. الإعداد البدني الخاص، ويهدف إلى تنمية عناصر اللياقة البدنية. من وضع الوقوف الوثب بقدم واحدة باتجاه الأقماع المنخفضة، ثم الرجوع بالظهر وتعدية الحواجز بالقدمين. ويكرر التمرين. الوث بقدم واحدة داخل السلم حتى النهاية. مسك الكرة الطبية مع فرد وثني الذراع أماما ثم عاليا، والرجوع بنفس الأداء على السلم. ويكرر التمرين. الطلوع على الاستبس بإحدى الرجلين مع فرد الرجل الحرة للخلف ورفع الذراع للأمام عاليا، ويكرر التمرين بالرجل الأخرى. ويكرر التمرين. الجزء التعليمي. من وضع الوقوف تقوم المتعلمة بوضع قدم الارتكاز بجانب الكرة على بعد 20 سنتيمتر، وأصابع القدم تشير إلى اتجاه التصويب مع ثني بسيط لمفصل الركبة. تقوم المتعلمة بلف مشط القدم الضاربة للخارج مع مرجحة القدم للخلف ثم للأمام للقيام بضرب الكرة بوجه القدم الداخلي. من وضع الاستعداد مرجحة القدم الضاربة للخلف ثم للأمام
من الثبات بدون كرة. يكرر أداء المهارة بالقدم الأخرى بدون كرة. من الثبات تقوم المتعلمة بأداء مهارة التصويب بوجه القدم الداخلي باستخدام الكرة. يكرر الأداء بالقدم الأخرى. أداء مهارة التصويب بوجه القدم الداخلي على هدف محدد بين سلمي الحائط. من الحركة تقوم المتعلمة بأداء المهارة بدون كرة. يكرر أداء المهارة بالقدم الأخرى بدون كرة. يتم أداء المهارة من الحركة باستخدام الكرة. يكرر الأداء مع وجود كرة. الجزء التطبيقي ويهدف إلى تثبيت وإتقان المهارة. تقوم المتعلمة بأداء المهارة من الثبات على هدف يبعد 3 أمتار. مع تكرار التمرين تقوم المتعلمة بأداء المهارة من الحركة على بعد 3 أمتار من الهدف. مع تكرار التمرين تؤدي المتعلمة أداء مهارة التصويب بوجه القدم الداخلي بوجود حائط صد. مع تكرار التمرين الجزء الختامي ويهدف إلى عودة الجسم لحالته الطبيعية. من وضع الوقوف رفع الرجل مع ثني الركبة إلى مستوى الصدر مع مسكها باليدين والثبات. ويكرر التمرين بالرجل الأخرى. من وضع الجلوس تربيع وضع الكفين على الركبتين ودوران الكتفين للأمام ثم للخلف. يليها أخذ شهيق وزفير لتنظيم عملية التنفس. ميل الجذع مع فرد الذراعين أماماً عاليا ومن ثم العودة للأمام وإعادة التمرين. شكرا على طيب التفاعل وحسن الإصغاء، وإلى أن نلتقي في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.